برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم فيها عن طاقة كل برج من الأبراج ليوم الأحد يوم 26 فبراير شباط 2023. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز تقولوا لي مدينة ايه، وبليز كمان تقولوا لي انتوا برج ايه. طيب طبعا يا جماعة بعتذر، انا بقالي فترة متأخرة كده لان كان عندي ظروف صحية رهيبة، يعني بدأت اكون احسن الحمد لله، فبقالي 3 ايام صحية ما كنتش افضل حاجة وكان عندي مشاكل كتير جدا، فبليز تدعولي. طيب خلونا نتكلم عن نصائح وتحذيرات كل برج من الابراج في طاقة بكرة. يا جماعة برضو عايز اعتذر لاي حد كان حاجز قراءة خاصة الاسبوع ده، ممكن يكون حصل تأخير او لخبطة في المواعيد بسبب الميس اندرستاندينج، عشان كده بليز اي حد ممكن يحجز يحجز عن طريق يبعت عن طريق الايميل مش على الانستجرام، اوكي؟ طيب خلونا نبتدي في برج بكرة الشمس موجودة في برج الحوت، المشتري موجود في برج الحمل، كمان فينوس موجود في برج الحمل، المريخ موجود في الجوزاء، نبتون موجود في الحوت، عطارد خلاص هيتنقل لبرج الحوت، كمان القمر هيكون موجود مقسوم لنصين زي ما قلت لكم امبارح ان النص الاولاني هيكون موجود في برج الثور، اما النص الثاني فهيكون موجود في برج الجوزاء. يعني بكره اليوم هيتقسم نصين، النص الاولاني الشمس موجوده في برج الثور، بقى القمر موجود في برج الثور، الشمس كده كده في الحوت، بعد كده هيتنقل للجوزاء. طيب خلونا نقول شويه ازاي ختام الختام بتاع السنه دي، يعني شهر سوري فبراير. اول حاجه عايزين نقول ان في ابراج كتيره ممكن تكون عانت كتير في شهر فبراير، او كان حتى عالميا وفلكيا كان عندنا مصيبة وكارثة الزلزال اللي أثرت علينا. فشهر فبراير ما كانش فبراير خالص الأبيض، كان فبراير الأسود، كان شهر صعب، كان شهر دقيق جدا جدا، والحمد لله ان احنا خلصنا منه. طيب انا عايزة بس احذر يا جماعة ان يوم 26 و27 28 ممكن يكون عالميا في احداث غريبة، ممكن تحصل حوادث يتحدث عنها السوشيال ميديا او تتحدث عنها الاخبار، فيعني يعني ممكن 3 ايام دول تكون فيهم مشاكل عالميه او مشاكل احداث عالميه او حوادث عالميه، الحوادث دي ممكن تقلب السوشيال ميديا. طيب خلونا نبتدي برج الحمل. برج الحمل بكره انتوا افضل بكتير جدا من بعد الساعه 6 بتوقيت القاهره، يعني انتوا النص الاولاني خليكم على هادي يا زبادي، حاولوا ان انتوا تقللوا الاسترس، قللوا الضغوطات، يعني انت يعني تبقى افضل واحسن نفسيا واحسن روحيا من بعد الساعة 6، لان انتقال القمر لبرج الجوزاء بيدعمك بيزقك، فبعد مشاكل بعد خلافات بعد زعل بعد طاقة سلبية بتتحسن مودك وبتتحسن يا برج الحمل. قولوا لي يا جماعة بتتابعوني من مدينة ايه وانتوا برج ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مارس 2023. فحبل انت احسن من اول النص التاني، بعد كده انتوا افضل بكتير جدا من يوم 27 و28، بتختموا شهر فبراير يومين حلوين جدا، يومين مدعومين، يومين فيهم طاقه حلوه جدا، فعايزاكم تكونوا متفائلين يا برج الحمل. كمان مشتري بيدعمك، مريخ بيدعمك، في حلقه كواكب كتير جدا جدا بتدعمك. طيب ندخل بعد كده على برج الثور، انت افضل بكتير جدا النص الاولاني، فبرج الثور استغلوا اول يعني لحد الساعه 6 المغرب لمصلحتكم يا مواليد برج الثور، لانكم انتوا افضل بكتير جدا جدا نفسيا وصحيا وعاطفيا، اما النص الثاني ممكن تحس شويه طاقتك منخفضه او ان انت تعبان صحيا او انت متضايق ومخنوق، فانت طبعا اوريدي القمر كان في برجك بقالي يومين، فانت من اول بكره ممكن تحس شويه بعدم استقرار من بعد الساعه 6، فانت افضل لحد الساعه 6 المغرب توقيت القاهره، فحاول تستغل الوقت ده لمصلحتك، بعد كده حاول تهدى، بلاش قرارات متسرعه، خلي بالك على صحتك، حاول تريح شويه برج الثور. طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء، انت الملك يا برج الجوزاء، وانت اكثر الابراج حظا في نهايه وفي ختام شهر فبراير 2023. انا عايزاكم بس تستحملوا لحد الساعه 6 بتوقيت القاهره، بعد كده هتلاقي في انفراجات، في صحتك النفسيه افضل، صحيا افضل، حالتك حد يرجع لك، حد يصالحك، حد يتكلم معاك، حد يقول لك خبر حلو، تسمع اخبار كويسه في الشغل، عندك نجاحات، عندك يومين ولا اروع يا برج الجوزاء اللي هو يوم 26 و27، فيعني استحملوا بس من اول اليوم لحد الساعه 6 المغرب، بعد كده طاقتك حلوه، مبسوط فرحان، بتقضي وقت حلو، عندك اضواء، مبسوط، حاسس بقيمه نفسك.
بعد كده خلونا نتكلم عن برج السرطان. برج السرطان حاول تستغل طاقتك وتستغل الانرجي بتاعتك وتستغل الانفراجات اللي عندك لحد الساعه 6 المغرب. بعد كده القمر هيتنقل لبرج الجوزاء فممكن يعمل لك شويه تاخيرات عكوسات مشاكل. انت من الابراج التي يجب ان تحذر يوم 27 28. هد الرتم، بلاش خناقات، بلاش حوارات مع البارتنر بتاعك في الشغل، احذر على علاقاتك مع مديرينك، بلاش عصبيه، بلاش تهور يا برج السرطان. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه. يبقى غدا لحد الوقت الابراج الاكثر حظا النص الاولاني هنقسم اليوم لنصين. الابراج الاكثر حظا النص الاولاني لحد الساعه 6 المغرب ممكن حظهم باتنين، يبقى اقل حظا النص التاني. تعالوا بقى نتكلم عن برج الاسد. بكره برضو انت افضل بكتير جدا يا برج الاسد من اول الساعه 6 المغرب. حاول تعدي اليوم، حاول ان انت تنطلق، حاول ان انت يعني ايه اي مشاكل، حاول ان انت تهدد لعب كده الفتره الصباحيه. من بعد الساعه 6 المغرب عندك انطلاقه، عندك سعاده، عندك رجوع لشخص من الماضي، مصالحات، طاقتك حلوه، مبسوط، فرحان، بتقضي وقت حلو، بتستمتع بوقتك. وانت من الابراج الاكثر حظا من اول بكره الساعه 6 المغرب ويوم 27 و28، يومين حلوين جدا جدا. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، وقولوا لي لو عندكم اي تعليقات ايجابيه خاصه بالشانل او تحبوا ان احنا نظبطها في الشانل. وبليز ما تنسوش تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طيب في حد بيقول لي صحتك مالها يا جماعه؟ اسناني 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 بعيط بجد من الالم، يعني ربنا يعني بجد ربنا يشفي كل مريض والله العظيم يا جماعه. انا كراشه مقتنعه ان الصحه تتاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. يعني انا سناني وجعتني شويه بقول الحمد لله على نعمه الصحه. طيب برج العذراء انت من الابراج الاكثر حظا ليوم، انت من الابراج الاكثر حظا الساعه من اول اليوم، يعني اول يوم عندك طاقه، عندك انرجي، يومك ماشي، مبسوط، فرحان، بتنجز، عندك نجاحات، عندك استثمارات، طاقتك حلوه. بعد الساعه 6 هتلاحظ ان انت هيبقى عندك مشاكل، عندك تاخيرات، عندك ستريس، ضغط، مضغوط من حاجه، وراك حاجات كتير، عندك بند صرف فلوس كتير جدا، عندك يعني خلي احذر من التخزير. عندك الاسبوع ده يعني يوم 27 28 في صرف فلوس كتير بعدم نظام، في ستريس، في ضغط، في ناس كتير واقفه فوق دماغك. فبرج العذراء انت للاسف يوم 27 28 يومين صعبين، يومين فيهم تحديات بالنسبه لك، يومين فيهم ستريس، مش يومين سهلين اطلاقا. فحاول انت تحذر وتخلي بالك وتركز كويس قوي، تركز اولوياتك بليز. شكرا يا جماعه لكل الناس اللي بتدعي لي، والله العظيم انا ما قادره اتكلم واسناني بتضرب بتنتش كده، والله العظيم عماله تضرب لي صداع في دماغي، انا مرهقه جدا جدا والله والله الحمد لله تايم. بس اقول لكم على حاجه، يعني ان الواحد يبقى قاعد سنانه ما بتوجعهوش دي نعمه، ان انت تبقى قاعد كده سنانك مش بتوجعك، ما عندكش مشاكل في سنانك، دي نعمه لازم تشكر ربنا عليها. طيب تعالوا بعد كده ندخل على برج الميزان. انت خلي بالك الصبح، خلي بالك الصبح من شويه ممكن تحس ان انت متهور، متسرع، عندك مشاكل، متضايق، مش مبسوط، مش سعيد، مش فرحان. انت من الابراج الاكثر حظا والاكثر دعما والاكثر طاقه من بعد الساعه 6، وانت من الابراج المحظوظه جدا يوم 27 و28 لان قمر الجوزاء بيدعمك، فانت محظوظ، الدنيا ماشيه معاك كويس، انت من الابراج المبسوطه والفرحان. حد يقول لي اخبار برد عندنا ايه؟ الجو برد جدا، بس النهارده الصبح الجو كان دافي. قولوا لي اخبار الطقس عندكم ايه؟ احنا النهارده الصبح الجو كان دافي بس بالليل برد جدا تاني، فاحنا الجو دافئ حر صباحا، تلج ممطر شتاء بالليل. طيب برج العقرب انت من الابراج اللي لازم تستغل طاقتها، محظوظ جدا، طاقتك حلوه، مبسوط، فرحان. اول 12 ساعه لحد الساعه 6، بعد كده يا برج من بعد الساعه 6 ممكن تلاحظ شويه مشاكل، شويه خناقات، مودك مش حلو، تسمع اخبار مش حلوه، حد يعمل معاك موقف يضايقك، حد يعمل معاك موقف يزعلك. فانت من الابراج الاكثر حظا والاكثر طاقه النص الاولاني من اليوم. بعد الساعه 6 خلي بالك من حد يستفزك، حد يضايقك، حد يقول لك كلمه تزعلك، وانت من الابراج الاكثر حظا بعد يوم 1 مارس، يعني لان القمر هيتنقل لبرج السرطان. فانت يوم 27 28 يعتبر يومين مضغوطين بالنسبة لك، يومين مش سهلين، يومين صعبين شوية برج العقرب. نيجي على برج القوس. انت يا برج القوس من الابراج التي يجب ان تحضر جدا جدا يوم من اول بكرة الساعة 6، فانت لو وراك اي حاجة مهمة يا برج القوس حاول تخلصها قبل الساعة 6، لان بعد الساعة 6 انتقال القمر لبرج الجوزاء بيعمل لك ستريس، بيعمل لك ضغط، بيعمل لك مشاكل كتير جدا، وانت لمدة 3 ايام عندك ضغط، عندك مشاكل، عندك تأخيرات، عندك تأجيلات، عندك شغل كتير مطلوب منك، مودك مش حلو، متضايق، مضغوط. فانت من الابراج التي يجب ان تحذر كويس قوي
الثلاث شهور الجايين سوري الثلاث ايام الجايين يعني من اول بكره الساعه 6 يوم 27 28 يومين صعبين يومين مش سهلين بالنسبه لك للاسف يا برج القوس. مش عايزه اكون سلبيه او اديكوا طاقه سلبيه بس انا بحذركم يعني ابعدوا عن العصبيه ابعدوا عن الخناقات تلاقي مودك مش حلو تلاقيك كده مش مفيش حاجه فارقه معاك فانت من الابراج التي يجب ان تحذر. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. بعد كده خلونا نتكلم عن برج ال خلونا نتكلم عن برج ال خلونا نتكلم عن برج ال احنا وصلنا الجدي. الجدي انت يومك حلو جدا جدا النص الاولاني لحد الساعه 6 يومك فيه طاقه فيه نشاط مبسوط فرحان انرجي بتاعتك حلوه. من بعد الساعه 6 ممكن تحس بالخزلان ممكن تحس ان انت متضايق حد يقول لك حاجه تعصبك حد ينرفزك فانت من الابراج التي يجب ان تحذر يوم 27 و28 والنص الثاني من اليوم. الدلو انت افضل بكتير جدا من بعد الساعه 6 نص اليوم الاولاني ممكن تحس ان انت زهقان طهقان كده مش مبسوط عندك مشاكل ما حاسس بخذلان من حد حد ضايقك حد زعلك بس بعد الساعه 6 ويوم 27 28 انت من الابراج الاكثر حظا. الحوت انت الاكثر حظا حاول تستغل طاقتك حلو جدا جدا النص الاولاني من بكره لحد الساعه 6. بعد الساعه 6 ممكن تحس تاخير في طاقتك زعل متضايق مخنوق مش في افضل احوالك حسب ان انت طاقتك منخفضه لمده يومين انت الدنيا مش سهله معاك. طيب يبقى احنا يا جماعه من اول الساعه 6 لحد يوم 27 و28 اليومين دولت القمر هتنقل لبرج الجوزاء. الابراج اللي هتكون اكثر حظا في الوقت ده هم الابراج الهوائيه اللي هم برج الجوزاء والدلو والميزان اوكي والابراج الناريه اللي هم مين اللي هم برج الثور سوري الاسد وبرج الحمل. برج القوس انت من الابراج التي يجب ان تحذر لان القمر هيكون في مواجهتك في الدايره الفلكيه. طيب ندخل بعد كده الابراج التي يجب ان تحذر من بعد الساعه 6 ويوم 27 و28 الابراج الترابيه برج الثور برج الجدي برج العذراء الابراج المائيه برج الحوت برج السرطان برج العقرب الوحيد اللي بيبدا يستريح شويه لان العقرب بالنسبه له كان القمر موجود في برج الثور فكان ضاغط عليه. طيب ماشي يبقى البرجين يا عيني الحزينين في الثلاث ايام دولت هما برج القوس وبرج العذراء. ليه يا رشا؟ علشان برج القوس يعني للاسف انتقال القمر لبرج الجوزاء بيبقى في مواجهته وبرج العذراء لان الشمس في شمس الحوت في مواجهته وكمان الجوزاء مش بيدعم العذراء فهم ثلاث ايام صعبين جدا جدا. بشكركم قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مارس هديكوا اوبشنز برج الحوت برج السرطان برج الحمل برج الجوزاء برج الاسد برج ايه تاني خلاص احنا الميزان والدلو طبعا. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. بشكركم بحبكم جدا اشوفكم في فيديو تاني بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك بحبكم جدا جدا بتمنى لكم السعاده واستنوا كمان شويه فيديو هنتكلم فيه عن قانون الجذب والتخطر الروحي.